السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عز وجل تكملة لـ verb to have درسنا الـ present perfect اللي هو have has plus past participle. إن شاء الله عز وجل النهاردة تكملة لنفس الموضوع اللي هي الـ perfect tenses مع verb to have هناخد past perfect. Past perfect. Past perfect. اللي هو الماضي التام. أول شيء مع أي زمن هناخد حاجة اسمها the form. form يعني شكل الزمن. form شكل ال past perfect اللي هو ال past بتاع verb to have اللي هو have has. ال past بتاعهم إيه؟ had plus past participle. يبقى هو عندنا had or apostrophe d plus past participle اللي هو number 3. number 3 اللي هو الشكل الثالث للفعل. وزي ما قلنا هناخد مثال مثلا زي go went gone. عندنا present اللي هو form number one وفي عندنا form number two. احنا تركيزنا على ايه؟ number three اللي هو form number three gone. على سبيل المثال I had or I'd gone to London. لقد ذهبت إلى إيه؟ إلى لندن. ونلاحظ حاجة هنا إن الأبوستروفي دي لو جاء بعديها الشكل الأولاني يبقى معناها إيه؟ يبقى معناها would. ناخد بالنا إن في عندنا اتنين أبوستروفي دي اللي هي I'd like مثلا اللي هي I would like. يعني الأبوستروفي دي ناخد بالنا كده هناخد بالنا note I'd or. طبعا ما فيش هنا subject verb agreement. كل الضمائر بتيجي مع ايه؟ مع had. يعني اقول he she it had I we you they برضك مع had. ما فيش عندنا زي مثلا ال present perfect اللي هو he she it مع has و I we you they مع ايه؟ مع had. ما فيش الكلام ده مع ال past perfect. كل الضمائر كلها بتيجي مع ايه؟ مع had. لما أقول مثلا I'd like دي معناها I would like. لكن لو جت I'd liked تمام فيها ED يبقى معناها إيه؟ had. ده بالنسبة لشكل الزمن اللي هو I had gone to London subject وبعد كده had وبعد كده إيه؟ form number 3. يبقى ال past perfect الشكل بتاعه had plus past participle. وقلنا past participle اللي هو ايه؟ form number 3 اللي انا هعمل عليها ايه؟ two ticks. بنتعامل مع الأزمنة التامة كلها مع التصريف الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو form number 3 اللي هو ال past participle زي ما احنا بنقول. تمام؟ أهمية الماضي التام دايما لازم نعمل لينك أو رابط ما بين الباست بيرفكت مع الباست سيمبل. لأن احنا لما بنيجي نربط الزمانين مع الكونجنكشنز اوف تايم بنعمل حاجة اسمها تايم سيكونس أو تنس سيكونس اللي هو تتابع زمنين. حدثين هنشوف كده حدثين الاتنين وقعوا في الماضي أهون. هنفترض ده التايم لاين أهون. وفي عندنا past وفي present اللي هو ده present وده future. مالناش دعوة لا بالpresent ولا future. احنا كل كلامنا عن ايه؟ عن ال past. هنقول ده مثلا the first action وده the second action. خلينا كده نربطهم علاقة سبب ونتيجة. يعني انا عملت حاجة ترتب عليها شيء تاني.
طبعا السبب بيكون number one. The cause is number one. Result is number two. هناخد مثلا مثال أهون. طيب I finished my work. أنا خلصت الشغل بتاعي. The action number one. Action number two. I went out. ده number two. ممكن أنا أربط الجملتين دول أقول then اللي هي ثم. هنيجي بقى للنقطة المهمة جدا اللي هي how to use the past perfect with time conjunctions. إزاي أستخدم الماضي التام مع الروابط الزمنية. والروابط الزمنية طالما تكلمنا عن time conjunctions لازم أعمل link ما بين ال past perfect وال past simple. لأن إحنا لو هنتكلم عن sequence of two actions هنلاقي ال past perfect اللي هو number one اللي هو ال cause الحدث اللي يقع الأول, وبعد كده past simple اللي هو إيه the second action. وهنشوف مع ال connectors of time دلوقتي هنشوف إزاي هنستخدم. طيب هنبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن conjunctions of time اللي هي after. after زي ما احنا عارفين معناها ايه؟ بعد. طيب الحدث الاولاني في ال two sentences اللي انا كاتبهم اللي هو I finished my work وبعد كده I went out. دايما مع after هنجيب number one اللي هو الكوز, يبقى هنا هيجي بعديها past perfect كما, وبعد كده هنجيب الاكشن التاني past simple. يبقى ده the first action, action number one هيبقى past perfect, وهنا action number two لان هنا sequence of two tenses واحد منهم ترتب على الثاني او واحد منهم حدث نتيجه لحدوث الاكشن الاولاني. طيب اقول هنا ايه؟ after I had finished my work I went out. يعني بعد ما خلصت الشغل بتاعي ترتب على انهائي من الشغل ده ايه؟ انتهاء الشغل ده ايه؟ ان انا خرجت. يبقى هنا الاكشن الاولاني اللي هو had finished ترتب عليه الاكشن التاني اللي هو ايه؟ went out. هنقول ان الحدث ده هو action number one, ده كده هو number one, وده number two اللي هو الايه result. يبقى في عندنا cause and result. تعالوا كده ما نعمل mix عشان after زي ما في after معناها بعد, في before معناها ايه؟ معناها قبل. فهنلاقي استخدام before يعني دي كده هو استخدمنا بعديها past perfect وبعد كده past simple. هنوضحها برضك كده بالهايلايتر. Past perfect وهنا past simple. تعالى كده ما نشوف before. before نفس الاستخدام تقريبا بس هنعمل ايه inversion, هنعكس الزمنين. فهنقول هنا before اللي هي قبل, اجيب بعدها past simple زي ما احنا متعودين, لان الكونجنكشن لو بدأت بيه الجملة بنعمل ما بين الجملة الاولى والتانية ايه كما. تمام. هنا before معناها قبل, بيجي بعدها past simple اللي هو form number two. زي ما احنا فاكرين لو رجعنا لحلقة past simple هنعرف ان هو number two ده هو ده كده ده ايه past simple اللي هو number two اللي انا لسه كاتبه اهو when. تمام.
هننزل تحت كده على بيفور تاني، تمام، ونشوف بي اللي بعديها ايه. طيب بيفور باست سيمبل، وهنجيب بعديها باست بيرفكت. يبقى هنا عندنا بيفور معناها قبل، وافتر معناها بعد. لما ادي استخدم اعمل انفيرجن بروسيس، هنا جبت الباست سيمبل من هنا خليته نمبر 1، وجبت الباست بيرفكت اللي هو نمبر 1 خليته نمبر ايه؟ نمبر 2. هنكتب نفس الجمله اللي فوق وهنشوف هنكتبها ازاي. بيفور اي وينت اوت، قبل ما اخرج كنت عملت قبليها ايه؟ I had finished my work. ده بالنسبة للرابطين دول. طبعا في روابط تانية، زي عندنا ايه؟ في عندنا as soon as معناها بمجرد ان، و as soon as يعني خد بالك ان الحرفين يعني الكلمتين او التو كونكترز اللي بيبداوا بحرف A دايما بيجي بعدهم باست بيرفكت. يعني لو هنقول as soon as هي نفس استخدام after بالضبط، يعني اقول as soon as. باست بيرفكت وبعديها باست سيمبل. كل ما عليك اللي انك هتنقل نفس الاكزامبل ده هو مع تغيير after ب as soon as، يعني as soon as. I had finished my work I went out. نفس الكلام بالضبط. طيب هل في روابط تانية؟ نعم في روابط تانية. زي ايه؟ when، وفي عندنا by the time. when و by the time هي نفس استخدام before بالضبط، يعني when او by the time. by the time equals before، و before برضك دول past perfect، sorry past simple، وبعد كده ايه؟ past perfect. في عندنا after، وفي as soon as، past perfect وبعد كده ايه؟ past simple. ده بالنسبة يا جماعة للconnectors. when معناها عندما، by the time equals before معناها قبل، before معناها قبل، وفي عندنا after يعني بعد، وفي عندنا as soon as معناها بمجرد ان، بمجرد ايه؟ ان. طبعا مع الثلاث روابط الاولانيين هنستخدم past simple بعد before، when by the time يجي بعديها past simple، وبعد كده past perfect مع after و as soon as past perfect، وبعد كده ايه؟ past simple. جميل جدا. في عندنا رابط، الرابط ده طبعا مشهور اللي هو till and until. till and until معناها حتى أو لم حتى أو لم أكد حتى، اللي هو till or until. طبعا ده بيجي قبليها أو it is preceded by past simple negative،
وبعديها past perfect. يعني قبليها past simple negative اللي هو past simple يعني ماضي بسيط منفي، وبعديها ايه؟ وبعديها past perfect. تعالوا كده ما نوضح الكلام ده بمثال. مثلا هناخد مثال من نفس الأمثلة اللي فوق دي عشان ايه؟ يبقى الصورة أوضح شوية. يبقى I didn't go out، عشان احنا عارفين ان لما بننفي went هنعمل didn't، وبعد كده ارجع الشكل الاولاني لما بنعمل negative مع الباست سيمبل بنرجع نمبر 2 نمبر ايه؟ 1 بعد didn't. يبقى I didn't go out till or until I had finished my work. تمام. يبقى هنا عندنا زي ما قلنا مع الconjunctions لازم نعمل ميكس ما بين الباست سيمبل والباست بيرفكت، او الباست بيرفكت والباست سيمبل. عندنا two conjunctions اللي هما بيبدأوا بليتر A اللي هو after and as soon as. after معناها بعد، as soon as معناها بمجرد أن. يجي بعد الرابطين اللي فيهم حرف الـ A أجيب بعدهم past perfect، ثم يليهم past simple اللي هو form number 2. بعدين هناخد when معناها عندما، وفي by the time معناها زي before بالضبط، وبعد كده before لو شفنا هنلاقي بعد 3 conjunctions دول كده. بيجي past simple اللي هو form number 2 زي ما قلنا went، وبعد كده past perfect اللي هو had plus past participle. تمام. طيب خدنا الرابط اللي هو till and until معناها حتى، أو يعني ما عملت الشيء إلا ما عملت شيء قبلي اللي هو cause and result. تمام. يبقى لما أقول I didn't go out أنا ما خرجتش إلا ما كنت أنهيت الورك بتاعي أو الهوم وورك بتاعي. تمام. طيب أنا زي ما قلت في البداية إن العلاقة ما بين cause and result، العلاقة ما بين السبب والنتيجة. طب ما تيجي كده ما ندرس ده مع روابط السبب والنتيجة. زي إيه؟ في عندنا because أو as أو since، كل دي معناها إيه؟ لأن. طيب because أهي معناها لأن. because دايما يسبقها إيه؟ بيسبقها نتيجة اللي هي result، وبيجي بعدين هو سبب اللي هو إيه؟ cause. لغاية كده الكلام واضح وجميل. طيب تعالى كده ما نشوف ده بمثال. النتيجة الأول ولا السبب؟ طبعا النتيجة بتكون نمبر إيه؟ نمبر 2، والسبب نمبر 1. فلما أقول مثلا example she was sad، هي كانت حزينة. طب حزينة ليه؟ ها because السبب بقى إيه؟ she had lost her purse اللي هو حقيبة النقود، أو اللي احنا بنسميها بالعامية المصرية بنسميها إيه؟ البوك يعني. طيب هنا ده النتيجة إن هي كانت حزينة. طب السبب بتاعها إيه يا سيدي؟ كانت فقدت حقيبة النقود بتاعتها. يبقى هنا آدي النتيجة اللي هي number 2 the second action زي ما قلناها في البداية. تمام. آدي أهون was sad
because she had lost her purse. ده السبب. زي ما قلنا لو two past actions one of them preceded the other، لو حدث من الحدثين اللي وقعوا في الماضي واحد سبق الثاني، أكيد الحدث الأولاني لو أقدم منه في الحدوث الحدث الأولاني ده هيكون إيه؟ past perfect، هيكون past إيه؟ perfect. و sequenced action اللي هو the second action هيكون past simple. يبقى هنا عندنا if two actions happen in the past and one of them preceded the other, the first action is past perfect and the second action is past simple. لو حدثين الحدثين وقعوا سبق واحد منهم الثاني، الحدث الاولاني نعرف ان هو ايه؟ past perfect، والحدث الثاني ايه؟ ها past simple. يبقى كده درسنا زمن الباست بيرفكت مع ايه؟ مع الكونجنكشنز اللي هي after و as soon as، وقلنا الرابطين اللي فيهم حرف الاي اجيب بعديهم باست بيرفكت. الباست بيرفكت هو ايه؟ باست بيرفكت عباره عن had plus past participle or apostrophe d plus past participle and there is no subject verb agreement. يعني ما عندناش مجموعة ضمائر تيجي مع had ومجموعة تانية ما تجيش مع had، لا ده كل الضمائر I, we, you, they, he, she, it all the subject pronouns take had plus number three or the third form or past participle هو التصريف الثالث للفعل. طيب تعالى كده لو هنربط بقى بين علاقة السبب والنتيجة لما نقول so. طيب تعالى كده اما ايه نشوف so. هنكتب هنا اهو so so معناها لذلك، وso يسبقها سبب اللي هو cause، ثم يليها هنا نتيجة اللي هي ايه؟ result. ناخدنا في الصفحة الأولانية أو في الشيت نمبر 1 she was sad because she had lost her purse. فهنقول هنا إيه؟ هنعكس الآية، هنقول she had lost her purse so she was sad. لو هنيجي نشوف هنا السبب اللي هو الحدث الأولاني هي ضيعت البوك بتاعها أو ضيعت البوك بتاعها زي ما بنقول، تمام؟ ترتب عليه نتيجة اللي هو number two اللي هي she was sad. يبقى الأكشن الأولاني هو past perfect lost had lost her purse، والاكشن الثاني اللي هو ايه؟ she was sad. يبقى ده علاقة السبب والنتيجة او cause and result مع past simple and past perfect because we are discussing two actions in the past one of them preceded the other or one of them was cause and the other action was a result to another action. طيب بعد كده لو جينا اتكلمنا عن، طبعا احنا درسنا الفورم وعرفنا شكل الفعل واتكلمنا عن الكونجنكشنز، نيجاتيف اللي هو النفي. نيجاتيف طبعا عارفين ان هو ايه؟ النفي. ابسط مما نتخيل اللي هو had بعديها not، the short form is hadn't كده هو، وبعديها برضك number A number 3 اللي هو past participle the third form I hadn't studied French for example. أنا ما درستش فرنساوي قبل كده، I hadn't studied French. طيب ده بالنسبة للنيجاتيف اللي هو had
not or hadn't وبعد كده past participle اللي هو number three اللي هو التصريف الثالث برضك. question موضوع بسيط جدا جدا. question اللي هو السؤال. هناخد مع السؤال اللي هو yes no questions اللي هو had. لو جبناها في الأول أقول لك مثلا she had washed the dishes. she had washed the dishes. she had washed the dishes. كل اللي أنا بعمله بعمل inversion process. بجيب had مكان she وshe مكان had. لو أنا عايز أسأل السؤال بإيه auxiliary verb اللي هو الفعل المساعد فأقول had she washed the dishes. والله عندنا two answers اللي هو نتكلم طبعا عن short form اللي هو الإجابات المختصرة جدا yes she had or no she hadn't. طبعا لو عايز أسأل سؤال ب question words or a complete form of question هنشوف هنسأل إزاي. هنقول what had she washed. ادي question word. question word اهي. what had she washed. هي غسلت ايه. ها she had washed the dishes. ده بالنسبة للpast perfect. ونعيد عليه تاني من الاول. past perfect يتكون من had plus past participle or had مع التصريف الثالث للفعل. تمام. وبنقول مع الروابط الزمنية بنربط ما بين الباست perfect مع الباست simple اللي هو علاقة السبب والنتيجة. السبب بيحصل هو بيبقى رقم واحد بترتب عليه النتيجة اللي هي number ايه number two. وخدناها مع after as soon as وقلنا two conjunctions اللي فيهم حرف الـ A after or as soon as are preceded by past perfect وبعد كده past simple. وعندنا when by the time في عندنا before بيجي بعدهم past simple and past perfect. till until طبعا till or until is preceded by past simple negative and preceded by past perfect زي ما خدنا. طبعا في اخر الفيديو انا هعمل two sheets scan وهحطهم برضك ايه في اخر الفيديو عشان تتفرج على الشيت بشكل كامل. درسنا النهارده يكون انتهى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.